داعش يحاول استعادة الأحياء التي سيطر عليها في عين عرب بعد تقهقره عنها، والجيش السوري يتابع التقدم في حلب وغوطة دمشق. القوات العراقية تصد هجوما على جامعة تكريت وتفك الحصار عن جنودها بشرق الرمادي، ومسلحو داعش يسقطون مروحية في بيجي. إيران تؤكد استعدادها لمساعدة الحكومة السورية في مواجهة داعش في كوباني، وزيارة مرتقبة لرئيس الوزراء العراقي إلى طهران. عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات بين قوات الأمن التركية ومحتجين أكراد على خلفية تقدم داعش في كوباني، ومظاهرات كردية حاشدة في أوروبا. الرئيس عباس يؤكد أن الاعتداء المستمر على الأقصى لا يمكن السكوت عليها، وانفجاران متتاليان يهزان المركز الثقافي الفرنسي بغزة. أحزاب يمنية ترفض تكليف بن مبارك برئاسة الحكومة الجديدة، والقاعدة تتبنى هجمات بالبيضاء تقتل وتصيب عشرات الجنود.